عليكم، مرحبا بكم على قناة مونتيك على الفيسبوك. كذلك في فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم فيديو استثنائي لأنه أغلبية ما خموش فيه. شي هو الناس كلها راه تخمم في القوانين اللي تحطها الجزائر لدخول أراضيها، يعني وتجاهلوا بلي الناس اللي حيخرجوا من الجزائر ويروحوا لمجموعة من الدول اللي بالمناسبة الدول هادية راها نوعا ما قليلة، يعني لأنه الجزائر فتحت خطوطها يعني جوية أمام مجموعة من الدول اللي هي تركيا، إسبانيا، فرنسا وكذا تونس. انت يا كجزائري وإلا كأجنبي رايح من الجزائر إلى دولة أخرى، خممت بلي كاين قوانين مفروضة في الدولة هذيك ولا ما خممتش؟ حنا على بالنا بلي اللي يجي من خارج الجزائر ويدخل الجزائر عنده قوانين اللي هي بي سي ار، حجر صحي لمدة 5 أيام، يعني هذه قوانين حطها الدولة من أجل الحماية. الناس اللي حابين يخرجوا من الجزائر حطوا في بالكم باللي الدول اللي راكم رايحين لها ايضا حتى قوانين من اجل الحمايه. نطرقوا الاول دوله اللي هي تركيا. تركيا تفرض عليك بيان سور بي سي ار، بي سي ار لازم يكون ما يديباسيش 72 ساعه، هذه نقطه اولى. ثاني حاجه تفرض عليك نموذج الدخول. نموذج الدخول هذايا هو فورمولار عمرو تما متوفر بثلاث لغات، تركيه عربيه فرنسيه وكذا إنجليزية، أكثر من لغات يعني. تعمروا على جال وشنو باش يديو معلومات عليك ومعلومات على ناس تعرفهم في الجيري، في حالة ما إذا مرتب كورونا يعيطونهم من أجل اتخاذ إجراءات قانونية أخرى. هذه بالنسبة لتركيا. بالنسبة لإسبانيا على سبيل المثال فرض أيضا قوانين، بين القوانين البي سي ار لازم يكونش أكثر من 72 ساعة، القانون الثاني أنك ما تحركش بزاف من مكان الإقامة تاعك، القانون الثالث اللي هو في قادم الأيام من الجوان جوية هكذاك يبدا يفرضوا هو لو كارني دو فاكسون، لازم يكون ديما تحتك باش لاباف كيحبسوك ولا بوليس كيحبسوك اوتوماتيكمون لازم يلقاوها عندك. بالنسبه للحجر ما كانش. بالنسبه لفرنسا، فرنسا ايضا ضمنت عليك البي سي ار من اجل الدخول الى اراضيها، بالاضافه الى تحميل تطبيق اسمه توس انتر والا توس انتي كوفيد. كيما تدخل لايروبور وتكونكتي بلابيس تاع فرنسا تدخل ديريكت بلاي ستور والى ابل ستور، هذي بور التليفون اللي عندك، وتيليشارجي لابليكاسيون توس انتي كوفيد كيما تقرا فيها اسفل الشاشه. هذه لابليكاسيون هي تعطيك القدره انك تدي اوتوريزاسيون باش تخرج في حالات استثنائيه معينه. واصل ايضا فرنسا تفرض قانون اخر انك تحاول ما تنقلش من مكان الاقامه تاعك بزاف وما تبعدش عن مكان الاقامه تاعك. في حاله المخالفه مفروض عليك غرامه ماليه تتراوح من بين 135 اورو توصل حتى 3750 اورو اموند. بالنسبه لتونس اللي هي اخر دوله في الفيديو تاعنا اليوم، تفرض عليك ايضا قوانين من اجل الدخول الى اراضيها. القانون هو انك تكون عندك بي سي ار 72 ساعه وكذا الخضوع للحجر الصحي لمده 14 الى 15 يوم طبعا، مع اعاده الفحص عند الخروج للتاكد من السلامه. يعني الناس كل راها تعلق على القوانين اللي فرضتها الجزائر من اجل الدخول الى اراضيها، لكن ناسيا بلي تحب تخرج من الجيري وتروح لدوله اخرى، دوله اخرى ثانيه راها فرض قوانين نوعا ما مختلفه. كاين المتشدة أكثر من الجزائر، كاين اللي أقل من الجزائر يعني، لكنها تبقى قوانين. كان معك كالعادة مراد، كاميرا مان محمد خلوفي. نتمنى لكم أمسية سعيدة وإلى نهار طيب، ونقول لكم إلى اللقاء.